لجنة إدارة الزيارة المليونية اللي هي مرتبطة برئاسة الوزراء بلشت إجراءاتها من الموسم السابق. بعد ما انتهينا من الزيارة الأربعينية في الموسم السابق 1445 عدينا تقرير متكامل، العتبات عدت، الحكومات المحلية عدت، رفعت إلى رئاسة الوزراء، صارت تفد إجراءات سبقتها أشهر من التحضيرات والاجتماعات والمؤتمرات بخصوص النقل، بخصوص الطعام، بخصوص الاحتياجات. وفرت رئاسة الوزراء والحكومة المحلية والعتبات ما ممكن تقديمه للزائرين، فشهد هذا الموسم تقدم الحمد لله ملحوظ بكل الخدمات. وكذلك بالنسبة لقسم المواكب سجل أكثر من 13,084 موكب، منها 250 موكب أجنبي. موكب تخدم بي أكثر من جنسية، جنسية العراقية والكويتية والسعودية واللبنانية والباكستانية، فنقدم إحنا بالنسبة للأطباق والأكلات اللي جاي نقدمها أكثر من نوع، وكل سنة عن سنة جاي ندخل مكاين معدات حديثة، نضيف أطباق جديدة لخدمة الزوار الإمام الحسين. إحنا الوجبات اللي نقدمها خلال 24 ساعة. الخدمات المقدمة من قبل الحكومة المركزية، من قبل جميع المواكب، كل الأمور المشاركة بها، فدائما خدمات متميزة إضافة إلى كل المواكب مباشرة بتوزيع كافة الخدمات، أكل وشرب طعام على مدى 24 ساعة على مدى 3 وجبات تقريبا يومية. شكرا للحكومة اللي قدمت الأمن والأمان إلى الزائرين، بالرغم من الزحم اللي جاي نشوفه من زوار وجاي تزود الأعداد يعني أكثر من السنوات السابقة.